ماشيين زي صفوف ومواكب، وأرضنا ماشية وليها نظامها، وإحنا بأفعالنا بنظلمها. اخبار ملف حيوانات الشوارع ايه؟ في جولة طيران امبارح لقيت قطة صغيرة تايهة من مامتها، اتكلمت معاها شوية وعرفت ساكنة فين، بس الكلام مع القطط الصغيرة صعب جدا جدا لانهم اشقية جدا جدا. هايل يا فرحة، وانت يا زهرة تابعتي موضوع الشلتر؟ ايوه، واخيرا كلاب الشوارع بقى ليها مكان تعيش فيه، وكان عندنا مشكلة في التمويل. ايوه، لانهم محتاجين اكل كل يوم بمبلغ كبير، لكن قدرنا نتفق مع أصحاب المطاعم القريبة علشان يتبرعوا لينا بواقي أكلهم بدل ما يرموه. فكرة عظيمة، والأكل بقى يكفي حاجة الكلاب، والزيادة بقينا بنبعتها للشلات التانية. صور الأقمار الصناعية بتوضح بداية حريق في غابة كبيرة. ده موسم الحرائق ولازم نتصرف، لأن الغابات مهمة جدا لتنقية الجو وللحفاظ على الطبيعة. أنا شايف نتحرك على طول، مفيش وقت نضيعه. أنا قادرة أشم ريحة الدخان. مش شم حاجة، لأن حواسي متطورة، الرياح شمالية شرقية وده اتجاه الحريق. الحريق لسه في بدايته، عندنا فرصة كويسة نوقف الخسائر قبل ما الغابة كلها تتحرق. خطتنا إيه يا جماعة؟ زي ما قالت فرحة، اتجاه الهواء مهم، ده اللي بيساهم في انتشار النار. أولويتنا هي إطفاء منطقة الحريق والتركيز في نفس الوقت على الجزء المحتمل النار تروحه. لو الهواء جاي من الشمال الشرقي يبقى الحريق الحريق هينتشر ناحية الجنوب الغربي. رامي وفرحة، انتوا الاتنين عندكم قوة خارقة وتقدروا تطيروا وتعملوا حاجات ما بيعملهاش البشر. هقولكم تعملوا ايه. انا ايه اللي بيحصل لي؟ حاسة اني بضعف، لان حرق الغابة بيصدر طاقة سلبية كبيرة. خلاص يا فرحة، انا هطير واتابعكم بالاخبار اول باول. مش بس الشجر، في حيوانات فقدت بيوتها لما الغابة مشيت فيها النار. الحيوانات دي نقدر ننقذها ونشوف لها بيت بديل زي ما عملنا مع حيوانات الشوارع عندنا. المهمة هتكون صعبة عليك، لكني هتابعك وعرفك الجديد، وهبعتلك صور انتشار النار عشان تعمل حساب خطوتك الجاية. تمام، أطير أنا، أشوفكم بعدين. في حيوانات هنا وطيور الناحية دي محتاجة حد ينقذها. أنا جاية معاك. خلوا بالكم، عندكم مستشعر بيحس بقرب الخطر، هينبهكم لو في نار قريبة. غير اننا معانا تكنولوجيا متطورة بتوفر لنا درع ضد اي خطر، لكن برضو مش هكون مطمن عليكم وسط كارثة كبيرة زي دي. اوعدك هنكون قريبين منك دايما، غير انك تقدر تشوف اللي حوالينا طول الوقت عن طريق كاميرات النانو اللي رامي دهلنا. لازم نتحرك. ربنا معاكم. ده يا جماعة الطائر الوروار، للأسف حياته أصبحت مهددة بعد ما النار بدأت تمسك في الغابة. دعواتنا إن الأمور تعدي على خير على طائر الوروار وباقي كائنات الغابة.
معانا على التليفون دكتور خالد. دكتور خالد، نحب نعرف منك إيه الاحترار العالمي، وهل هو السبب في حرائق الغابات؟ أهلاً أستاذة نرمين. حرائق الغابات موجودة، لكنها زادت في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع درجات حرارة الأرض. علماء المناخ أثبتوا أن زيادة حرارة الأرض أدى لزيادة الجفاف وزيادة احتمالية حدوث حرائق في الغابات بنسبة 30% في 28 سنة الأخيرة، خاصة في جنوب أوروبا، لدرجة أن حرائق الغابات بقت هي القاعدة مش الاستثناء. نور، سمعني؟ الوضع بقى مخيف، رغم أني حاولت بالطيران المنفرد وبإمكانيات بدلة الطيران أني أتعامل مع الحريق، لكن الموضوع بيزيد خطورة حتى بعد ما استخدمت الطيارة ونقلت كميات كبيرة من المية عشان أحاصر بيها النيران، لكن واضح أني في جبهة خسرانة، الحرائق بتزيد. أنا راجع عشان نشوف إيه الحل. لسه مش قادرة تطيري؟ الطاقة السلبية في كل حتة. حاسة أننا لو أنقذنا حيوان واحد بس هترجع طبيعية تاني. اللي يهمني دلوقتي أن أعمل خريطة بمكان الشجر، عشان مهم جدا نعرف مسار النار. بس إحنا بعيد عن الخطر. أكيد، بس لو ما قدرناش نسيطر على الكارثة دي الغابة كلها هتكون مهددة. في أسرة غزلان على بعد 50 متر وشكلهم مش قادرين يهربوا. أكيد معهم غزالة صغيرة، تعالي ننقذهم. يلا بينا. وقفتي ليه؟ حاسة زي ما يكون. انت رجعت تطيري تاني؟ أيوة، في كمية أمل كبيرة حوالينا، يا ترى إيه سببها؟ غريبة، إزاي الشجرة هتكون مصدر للأمل؟ لقيت حاجة كأنه عش طائر. لازم ننقذه قبل ما النار توصله. الأم بعيد، ولو نقلنا العش مش هتعرف توصله، غير ان بعض الطيور مش بترقد على البيض لو اتنقل من مكانه. يعني ايه؟ هنسيبه لحد ما الحريق يوصل؟ هطير لفوق اشوف النار قدامها قد ايه وتوصل. تعالي ننقذ الغزالة بسرعة، وبعدين نروح نعمل اجتماع مع نور ورامي علشان نشوف حل في موضوع عش الطائر ده. النار بتنتشر، قوات المطافي مش قادرة تعمل حاجة، في طيور وحيوانات كتير هتتأثر، والشجر كمان. الغابة نفسها لو اتحرقت كل الأراضي لحد القرى هيحصل لها تصحر. تصحر؟ يعني هتبقى صحرا ما فيهاش زرع. الغابة هي اللي بتحافظ على الأرض خصبة. كل الإمكانيات اللي في إيدينا ومش كفاية ننجح في مهمتنا. يعني هنستسلم؟ لا، هنحارب النار بالنار. إزاي؟ مش فاهمة حاجة. رامي، اعمل لي تخيل بشكل الحرائق بعد ساعتين وبعد 4 ساعات من دلوقتي. مش فاهم. هتفهم بعدين. ماشي، حسب اتجاه الهواء ودرجة الحرارة وشدة النار ده هيكون شكل الحريق في 4 ساعات الجايين. وضع التعديل، الجزء ده من الغابة فيه حوالي 40 شجرة، الليزر القاطع يقدر يقطع شجرة في زمن قد ايه؟ 3 ثواني مش اكتر. يعني 40 شجرة يتقطعوا في 120 ثانية، يعني دقيقتين، وبعدها هنحرق الشجر في الجزء ده، والنار اللي اشعلناها تتجه ناحية الغابة مش الناحية اللي قطعنا منها الشجر، وكده هتقابل الحريق الاصلي والنار تنتهي. فهمت يعني ايه هنحارب النار بالنار. نور، انت عبقري. شكرا، ودلوقتي هنتحرك عشان ننفذ خطتنا. جاهزين؟ يا ترى ابطالنا هيعملوا ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه.